بسم الله والابن والروح القدس الان واحد امين. احنا بقالنا فتره بناخد مقدمات كده عن المزامير، خدنا مقدمه كذا مزمور، والنهارده هناخد برده مقدمه مزمور من مزامير النوم. هناخد مقدمه مزمور على انهار بابل. ممكن نطلعه مع بعض كده نبص عليه لو عندنا على الكوبتك ريدر. هو رقمه في الاجبيه 136 من صلاة النوم. فتحناه خلاص كلنا. طب هو المزمور ده في البداية نحب نعرف دايما مين الكاتب المزمور. في مزامير واضح معروف مين اللي كتبها، مزمور لداود او مزمور لأساف او مزمور لموسى، لكن المزمور ده شويه في يعني فيش استقرار بالظبط، مفيش راي ثابت مين اللي كتب المزمور. هو مكتوب في النسخه السبعينيه والنسخه القبطيه من الكتاب المقدس، مكتوب في بدايه المزمور مزمور لداود لأرميا. فمحدش عارف هل هو اختلاف المفسرين، هل هو مزمور لداود، داود اللي كاتب المزمور ده طبعا بروح النبوة، لان الاحداث اللي في المزمور حصلت سنين طويلة بعد داود. ده الاحداث اللي في المزمور حسب ما هنقرا دلوقتي ونشوف بعد سبي بابل او في اثناء السبي، فطبعا ده سنين طويلة بعد ملك داود. فهل داود يكون كتبه بروح النبوة تنبأ عن اللي هيحصل؟ وفي تفاصيل كتيرة جدا دقيقة جدا من اللي حصلت بالضبط في السبي. او هل هو مزمور لأرميا كتبه هو في السبي؟ بس في الحقيقه هو أرميا اصلا ما راحش السبي، هو كان معاصر للسبي وتنبأ عن السبي فعلا في كل مراحله، تنبأ عن انه يهوذا هتتسبي بالكامل على ايد بابل، وما كانوش مصدقينه، كانوا بيقولوا عليه خاين وعميل، يعني الانبياء الكذبه اللي موجودين في الوقت ده. هو قال لهم الرساله واضحه من ربنا، انتوا غلطتوا وبعدتوا وخنتوا ربنا فهتتسبوا، سلموا نفسكم لبابل. لكن هما ما كانوش بيسمعوا الكلام، وكان في انبياء كذبه بتطلع في الوقت ده تكذب أرميا، وتحققت نبوة أرميا. يعني اتسبى فعلا شعب يهوذا، مملكة يهوذا المملكة الجنوبية اتسبت على ايد بابل واتسبت بالكامل. وأرميا كان ليه الاختيار في الآخر، هل يروح مع آخر مرحلة، هي اتسبت على ثلاث مراحل، هل يروح مع آخر مرحلة للسبي ولا يقعد؟ وهو فضل انه يقعد مع الغلابة الفلاحين عمال الأرض اللي هم كانوا فاضلين في 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 أورشليم، كانش فاضل غيرهم، هو فضل يقعد معاهم. وبعد كده راح مع شوية تانيين لمصر ومات في مصر، فبالتالي هو ما راحش اصلا بابل. الراي الثالث بقى للمفسرين مين اللي كتب المزمور ده، انه يكون احد المرنمين من فرقه لاوي، يعني او من المرنمين في الهيكل، كتبوا بعد ما رجعوا من السبي، بيحكي عن اللي حصل لهم في السبي. فدول ثلاث اراء لمين اللي كتب المزمور. تعالوا نقرا اول ايتين كده ونتصور المشهد. بيقول على انهار بابل هناك جلسنا فبكينا عندما تذكرنا صهيون، على الصفصاف في وسطها علقنا قيثاراتنا لأن هناك سألنا الذين سابونا أقوال التسبيح. أنتم متخيلين المشهد ده؟ هم قاعدين فين؟ على النهر، على أنهار بابل. يقولوا أنه بابل طبعا هي دولة عظيمة وعريقة وكانت قايمة على الزراعة زي مصر كده، عندها نهرين دجلة والفرات، وعاملين ترع كتير عشان يعني كانوا قايمين عاملين حضاره زراعيه كبيره، فكانوا بيعملوا ترع وبيشقوا ترع كتير، وهم كانوا قاعدين على احد الانهار كده، عشان يسميها كده، عشان كده يسميها انهار مش نهر او نهرين، لان هي مجموعه يعني مجاري مياه كتيره، وهم بيقعدوا عليها. وبعض الناس بيقولوا انه كانوا فعلا اليهود بيحبوا يجتمعوا في امسيات كده، يقعدوا يصلوا يفتكروا اللي كان العز اللي كانوا فيه في اورشليم والهيكل والمجد اللي كانوا فيه، ينوحوا ويعيطوا شوية على اللي جرى لهم ويفتكروا ايه السبب اللي هو جرى لهم ده. فكانوا بيقعدوا في تجمعات كده على اللي هي مجاري الانهار دي او على مجاري المياه دي. فيقول كده ان هم سألوهم الذين سابوهم، الناس البابليين سألوهم ان هم يقولوا لهم ترنيمة تسبحة من حاجات صهيون. ممكن يكونوا سألوهم كانوا من انواع السخرية يعني عشان يسخروا منهم، وممكن يكون كان عندهم فضول عايزين يعرفوا الناس دي كانت بتسبح بتقول ايه، والادوات التسبيح اللي معاهم والقصارات والكلام ده. هم عارفين ومتأكدين ان هم ما يقدروش يسبحوا ويفرحوا، لان التسبيح يعني فرح، ما قدروش يفرحوا بجد من قلبهم في ارض السبي وفي ارض العبودية.
هم دلوقتي في وضع صعب جدا، مسبيين في أرض بعيد عن أرضهم، بعيد عن الهيكل. إزاي يقدروا يمسكوا القيصارات والأعواد بتاعتهم ويرنموا ويفرحوا؟ هو ده مش وقت فرح، وما يقدروش إن هم يرنموا الترانيم دي بره الهيكل. طب ليه خدوا أصلا معهم القيصارات من الأول؟ يعني ليه لما تسابوا خدوها معاهم من الأول؟ خدوها معهم عشان تفكرهم بأن هم لازم يرجعوا، بأن هم ليهم وطن، بأن هم مكانهم مش هنا، مش هيبقى في أرض السبي، وطنهم أورشليم، وأنهم فرحهم الحقيقي لما يرجعوا ويسبحوا ربنا في الهيكل. فهم واخدينها عشان يفتكروا دايما أن هم مش في مكانهم، وأن ده مش أرضهم، وأن هم لازم يرجعوا، وأنهم في يوم من الأيام ربنا هيسمح يرجعوا وهيبنوا الهيكل وهيسبحوا ويرنموا ويفرحوا فيه. فهم معلقين القيصارات بتاعتهم، وطبعا ما يقدروش يرنموا في الوضع ده. طب القصه دي ممكن نبص لها بروح التامل ازاي، نشوفها ازاي؟ نشوف انه بابل دي على مر العصور كانت دايما هي رمز الشر والخطيه. يعني من اول سفر في الكتاب المقدس من التكوين للرؤيه، وبابل رمز للشر. عارفين طبعا الامثله، يعني ايه اللي حصل في التكوين؟ اول ذكر البابل، برج بابل، وفي كمان يعني اكتر واحد يقول لك كان متجبر في الارض نمرود، ده كان من بابل، كان فتوه يعني. وبرج بابل، برج بابل ده يسموه برج الكبرياء، لانه يعني الخطيه اللي فيه الواضحه ان هما تحدوا ربنا، وربنا نزل طوفان. هو برغم انه اداهم وعد مش هينزل طوفان تاني على الارض، لكن هو في تحدي لربنا، فعدم تصديق لوعده، في تحدي بنوا البرج ده عشان يبقوا اعلى من الخطر اللي هيجي عليهم. فمن اول سفر لاخر سفر في كتاب مقدس للرؤيا، وترمز بابل للشر، بابل الزانيه العظيمه اللي قاعده سكرانه من دم القديسين، اللي هي اضطهدت وتعبت القديسين على مدى العصور، فبقت رمز للشر على طول. فعايز يقول ايه الشكل التأمل، يعني او التامل اللي موجود في الحته دي، انه في عمق الشر وفي عمق الخطيه ما نقدرش نفرح بجد. ازاي نقدر نسبح ربنا ونحس بالفرح الحقيقي؟ لان الفرح الحقيقي فهو في تسبيح ربنا. ازاي اعيش الحاله دي وانا في عمق الخطيه؟ الحاله بتاعه التسبيح بفرح دي عشان اعيشها لازم اكون عايش حياه التوبه المتجدده، اللي هو انا برجع لربنا. طبعا احنا الوضع هنا، هم قاعدين على انهار بابل، رجوعهم لربنا معناها رجوعهم لاورشليم ورجوعهم لبنى وبنائهم للهيكل، هو ده الرجوع. لكن النهارده طبعا اورشليم هي انا والهيكل هو انا، فهل انا الاورشليمي والهيكل بتاعي مخربه ومهدمه، ولا مبنيه والتسبيح والتوبه قائمه فيها باستمرار؟ فهي دي كل ده تقييم كل واحد طبعا لنفسه. ونشوف هنا يقول لك على الصفصاف في وسطها علقنا قيصاراتنا. الصفصاف ده كان شجر مشهور قوي بينمو على في الحتة دي، ومعروف الصفصاف ده بانه شجر بينمو بسرعه جدا، يعني لو فرع وقع من شجره على حته وشويه ميه تبقى شجره بسرعه جدا. وهو شجر غير مثمر، ملهوش اي ثمر. فطبعا الرمز انه الانسان المغموس في وسط ملاذ العالم في عمق الشر ما بيطلعش ثمر، منظر بس لكن ما فيهوش ثمر، عامل زي شجره التين كده اللي هي لعنها السيد المسيح. فهو منظر شجره لكن ما فيهاش ثمر لانها مغموسه في وسط العالم. والذين استقونا الى هناك قالوا سبحوا لنا تسبحت من تسبيح صهيون. وزي ما شرحنا الحته دي كيف نسبح تسبحت الرب في ارض غريبه، عرفنا رمزها، ان نسيتك يا اورشليم انثى يميني والتصق لساني بحنكي. ما ينفعش ابدا ان هم كانوا ينسوا اورشليم، هم دايما ده الذكرى دي في بالهم. زي ما قلنا كده الحنين الحقيقي ان انا اعيش حياه توبه متجدده مع ربنا، هو ده اللي هيديني فرح وسلام حقيقي في حياتي، هو ده هيبقى مصدر الفرح. فاللي هو انسى يميني اللي هي تضيع قوتي، ما يبقاش ليا قوه، يلتصق لساني بحنكي، يعني ما اقدرش افرح، ما اقدرش اسبح، ما اقدرش اتهلل، الا مفضل اورشليم في ابتداء فرحي. ويكمل بعد كده بقى الآية دي اللي تقول اذكر يا رب بني أدوم في يوم أورشليم القائلين انقضوا انقضوا حتى الأساس منها. أدوم دي كان ليها وضع غريب جدا. أدوم أصلا اللي هو شعب ده نسل مين؟ مين أدوم؟ عيسو، تمام. وربنا لما أصلا دخل إسرائيل الأرض بتاعته، أرض كنعان وملكهم الأرض، قال لهم ثلاث شعوب ما تحاربهمش، ما تجوش ناحيتهم. ثلاث شعوب، مين أول واحد فيهم؟ أدوم ومؤاب وعمون. ليه؟ دول اخواتكم. ادوم ده عيسو اخو يعقوب،
وعمون ومؤاب دول ولاد لوط اخواتكم برضو ما تحاربوهمش، انما كانت الحته اللي هيورثوها اللي هي ايه، ذكر كده اسماء الشعوب اللي موجودين، الفرزيين والحويين واليابوسيين والصيدونيين والناس دي كلها والاموريين، الناس اللي شرهم اكتمل قصاد رب، كاس شرهم اكتمل قصاد ربنا، وقال لهم دول اللي هتخشوا وتطردوهم وتاخدوا الارض وتعيشوا فيها، ما تجوش ناحيه دول. بس ادوم كان طول الوقت واخد موقف العداء من اسرائيل، من شعب اسرائيل، على طول كان في نزاعات مستمره، وداود احتك بيهم برضو وتحارب معاهم قبل كده، وكان موقفهم غريب جدا في سبي يهوذا. في سبي يهوذا احنا عارفين انه السبي زي ما قلت من شويه تم على ثلاث مراحل. اول مرحله كانوا سبوا اشراف الشعب والشباب والناس الحرفيين واللي عندهم قوه، يعني اللي كان من ضمنهم دانيال والثلاث فتيه. بعد كده سابوا الملك يهوياكين ومعاه 10,000 من الشعب، دول نبوخذ نصر. بعد كده اخر واحد نبو زردان، واحد تاني من بابل اللي سبق اخر، اخذ كل الناس في اورشليم وهد السور وهد الهيكل وقتل الملك صدقية وخرب اورشليم خالص ومشي وما سابش غير عمال الارض والفلاحين. ادوم بقى في الخراب الاخير ده كانوا يحلقوا كده على الناس اللي بتهرب من يهوذا ويسدوا عليهم السكك وما يخلوهمش يهربوا، ياخدوهم يا يقتلوهم يا يبيعوهم عبيد ليسلموهم لبابل. كان موقفهم عجيب جدا، عدائي جدا وشمتانين جدا، وموقفهم ده بيوضح قوي السفر اللي بيحكي بالظبط هم عملوا ايه. لو عايزين تعرفوا بالظبط عملوا ايه، سفر عبيديا لو قريتوا السفر شارح بالظبط موقف ادوم وقت سبي بابل ليهوذا، لمملكه يهوذا قد ايه كان موقف عدائي. فهنا بيذكر بيقول اذكر يا رب بني ادوم في الموقف العدائي ده في يوم اورشليم، القائلين انقضوا انقضوا كانوا شمتانين في يهوذا، حتى الاساس منها يا بنت بابل الشقيه طوبى لمن يكافئك مكافاتك التي جازيتينا. يرجع تاني يقول يا بنت بابل، ممكن يقصد بيها حاجه من اثنين، يا بنت بابل دي يا اما يقصد بيها ادوم انها كانت مناصره لبابل، يعني بيكمل نفس الكلام على ادوم، يا اما بيتكلم على بابل نفسها انها هتخرب. ويقول هنا يا بنت بابل الشقيه، وفي النسخه السبعينيه والقبطيه يقول الخاربه، يا بنت بابل الخاربه. وفعلا بعد كده اذا كانت ادوم او بابل الاثنين خربوا، يعني ادوم خربت بعد كده وتم عليها نبوه اشعيا، اشعيا برضو تنبأ على ادوم، اتنبأوا كتير قوي على فكره انبياء من العهد القديم على شعب ادوم انهم هيكون نهايتهم صعبه بسبب خطاياهم وبسبب شرهم، من ضمنهم اشعيا 13. كل النبوه اشعيا 13 كانت على بابل، وكان في نبوه تاني برضو على ادوم في اشعيا برضو. فكانت النبوه انهم هيهدموا وهيتخربوا، وده اللي حصل للاثنين. حصل لبابل الاول لان كل مملكه في التاريخ جت مملكه بعديها هدمتها وخدت مكانها، فبابل اللي جم بعديها كانوا مادي وفارس، فارس خدوا المنطقه كلها، فبابل خربت. وادوم برضو بعد كده خربت وقت الرومان بسبب شرها وبسبب شماتتها في اسرائيل، واخدوا مدن كتير حتى بعد سبي يهوذا من يهوذا. بعد كده خربت برضو في وقت في العصر الروماني واتهدمت كلها واتقتلوا وتحصل فيهم برضو حكم ربنا. فيقول طوبى لمن يكافئك مكافاتك التي جازيتينا، طوبى لمن يمسك اطفالك ويدفنهم عند الصخره. التعبير ده هو مش تعبير اللي هو يا رب عيالك يموتوا، يعني هو مش مقصود كده، هو اعاده للي قاله اشعيا في اصحاح 13 عن بابل. هو قال انه ده اللي هيحصل، نسائك هيتسبوا واطفالك هيتقتلوا وهتتخربي وهتتهدمي. فكل اللي اتقال في اشعيا على بابل هو ده اللي بيعيده المرتل باختصار في الجمله دي، لما بيقول طوبى لمن يمسك اطفالك ويدفنهم عند الصخره. والمعنى الثاني الروحي اللي احنا نفهمه زي ما قلنا انه بابل هي رمز للشر، فلما يقول اطفالك يقصد بيها الافكار والشهوات. فطوبى لمن يدفن اطفالك دي يعني ايه؟ يعني يا بخته اللي يقدر انه ينتصر على الشهوات بتاعه الشرير قبل ما تبقى عادات عايشه في حياته، قبل ما الخطيه تتملك عليه في حياته. فلو هنبص للاطفال دي على انها الافكار الشريره بتاعت مملكه الشر بتاعت ابليس، هنشوف ان هي يا بخته اللي يقدر يتغلب على الشهوات والافكار الشريره الصغيره دي قبل ما تكبر وتبقى حاجات ضخمة في حياته، مشاكل كبيرة مش عارف يتخلص منها، عاملة كده زي الثعالب الصغيرة المفسدة للكروب، هي دي الأطفال دي اللي هي الأفكار الشريرة دي. ولما يقولوا ادفنهم عند الصخرة، لو احنا هنشوفها برضو منظر تأملي روحي، هنشوف إن الصخرة هنا
هي المسيح. المسيح هو اللي هيقدر يدي النصرة على الأفكار دي، هي اللي هو اللي يقدر يدي النصرة على الخطية في حياته. فدي كده مقدمة عن المزمور. هنحاول يعني في كل فترة كده ناخد مزمور من المزامير، سواء صلاة النوم أو أي صلاة تانية، ونتكلم فيها، بحيث وإحنا بنصلي دائما نبقى في دماغنا المعاني.